عنصر إيران، عنصر من أمن السياسي موجود بين إيدينا المقاومة. بده يحكي لنا عن الإيرانيين الموجودين في الجيش، وكيف إذا ما قتلوا العالم عم يقتلون. يلا هات شوف احكي. والله إنه في عالم موجودي إيراني من الجيش. أول شيء إلنا اسمك الثلاثي وشرطتك. أنا الشرطي حسام حلمي. أيوة. عنصر السياسي. من الجيش الشغل. ومن وين أنت؟ تابع لمين؟ تابعين لفرع إدلب. لفرع إدلب. أشو اسم أبو عمر؟ اسمه الكامل. أشو رتبته؟ رجال الشيخ أمو. رتبته؟ مساعد أمو. مساعد أول. هو رئيس مدرستكم مساعد أول اسمه ريغارد الشيخ عمر. أنت من وين؟ أنا من جبل المسجدين. نعم. أشو رتبتك؟ كليتنا واحد والله. إن شاء الله. إن شاء الله كليتنا واحد. وهاي هويته. هن عم بيحملون هويات مدني، ما عم بيحملون هويات عسكري مشان يدخلوا بين العالم والعالم ما تعرفون. شو بتعرف عن قوات الباسنج الايراني؟ وين متواجدة في سوريا؟ وشو عم بتساوي بالجيش؟ انه في البعض منا موجود بالجيش. في البعض منا موجود بالجيش باي مناطق؟ مش وي قلت لي بالشام. بالشام بحلب حمص لا تقي جبل بانياس طرطوس عد اكثر شيء بالشام وفي بحلب. بحلب مشان يقمعوا المتظاهرين الا مشان يتسلوا مع العالم. نعم. واشو بيسووا بالنسبه للجيش السوري؟ اذا ما بيشتغلوا يعني اذا العسكري بالجيش السوري ما اوس بيقتلوا الايرانيين؟ بيقتلوا. واشو رايك في رئيسك اذا عم بيجيب عالم من ايران لتقتل الجيش السوري؟ والله هاي الوضع هيك. اشو الوضع هيك؟ انت اشو رايك في رئيسك ساعة اللي عم بيجيب واحد ايراني ليقتل عسكري سوري؟ ما هو شغل نظامي الا هذا انسان خاين. 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 نعم. بشار الاسد خاين مو؟